عواشر مبروكه بعد كاع الناس، وان شاء الله كنتظروا لا فيكتوار، هذه اول حاجه. والحاجه الثانيه ان شاء الله اون كيس با دو بوت، هذا هو اللي كاين. حنا هما الغوال وحنا هما السبوعه، وان شاء الله غادي نربحوا. وجبنا لهم البنزرتي، ما بقى عندهم تغول. حنا اليوم كلشي ديالنا اليوم، الدراري ان شاء الله 90 دقيقه غيديروا ماتش واعر، الجمهور كامل تبارك الله عليه، رمضان الناس جايين يفطروا، دونك لي كونديسيون كاملين مجموعين باش تكون مقابله في التوب نيفو ان شاء الله مربوحه. لا يعني هادشي راه الجمهور ديال الوداد راه يهونوا عليه كل صعاب، زعما راه اي حاجه نقدروا ما نفطروش ونتفرجوا وما نصحروش غير باش الوداد ان شاء الله دي الشامبيونز ليغ هاد العام. الحمد لله اخويا، الحمد لله حنا جينا الان باش باش نساندوا الفريق ديالنا، وهذا راه فينال ماشي اللعب، فينال وديما وداد وديما وداد وديما وداد. عندنا واحد الشهر، عندنا واحد الشهر ديال الترجي غنردوا اليوم وغنربحوا 4-0. كنتمنى هو انهم ما يستقبلوش الهدف، يربحوا بواحد ولا جوج، المهم ما تونكيسيش باش يكون الروتور ان شاء الله يكون مزيان. لو ميور كاني الامتنان هو اللي غادي يحكم، ما نقدروش نتوقعوا اللي غيكون في لافور هو اللي غادي. ما عرفوش شكون هما موالين هذا، ديما وداد وان شاء الله لا كوب بوغ نو، حنا لي شامبيون دافريك، هذا حاجه عاديه. 3-0 كما كتشوفوا دابا كلشي جاي انتظام، ما كاين لا زحام لا والو، وان شاء الله الشامبيونز ليغ ديالنا ان شاء الله. الكره هذه حنا فهمتي، اللي جا اللي غيلعب مزيان غيربح، وان شاء الله ثقي في اللاعبين ديالنا ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله ربح كيف ديما، وحنا اقوى فريق في افريقيا في هاد الخمس ديال الاخرى. افريقيا كلها كتخاف منا، ان شاء الله اليوم مربوحه وديما وداد ورمضان مبارك. ان شاء الله غنربحوا اللقب وغندوا العصبه الثالثه، العصبه الثالثه ان شاء الله. ديما وداد ديما وداد.